هون قلت لك إذا ما تكون عقوبات رادعة حقيقية يحس بها المذنب أنه هنالك من يطارده وهنالك من يقتص منه، فبالتأكيد راح يتماهلون وراح يظلون ينتظرون وراح يظل هنالك مثل ما نقول عملية تباطؤ. إحنا يجب أن نضرب هذه المراكز. هي شوف مراكز قوة، أصبحت مراكز القوة، لو تفككها لو تضربها، تضربها ضربات قوية من خلال هيئة النزاهة، من خلال لجنة النزاهة النيابية، من خلال الجهات الحكومية القضائية، تمضي بمعاقبة كل فاسد وكل من تورط